تبارك الله، الله يبارك، تبارك الله. هما جوج شيا، جوج نعاس، وهادو ولادهم، ولادهم. اللهم بارك، تبارك الله، تبارك الله. هذا راه غتكون بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعينا الكرام داخل الوطن خارج الوطن، صباحكم مبروك من قلب سوق السبت ولاد نما إقليم قيم صالح الإخوان، بتاريخ 17/2023. تحياتي لكم الإخوان، صباحكم مبروك، الله يسر أموركم جميعا. وقبل ما نبداو الفيديو كنبغي نشكر جميع الإخوان والأخوات من داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن على التحفيزات ديالكم وعلى التعليقات ديالكم الزوينة، جزاكم الله خير، نحبكم في الله الإخوان. تحياتي لكم جميعا، إذا ما تشوفوا فينا الإخوان إن شاء الله ندير لكم شي فيديو يكون زوين من قلب سوق السبت ولاد نما. تحياتي للجميع. إيه تبارك الله، تبارك الله. هذا الجعدي، الجعدي وكيف لي وقلم طبوع ديال لانو، ديال لانو. آك زيد 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 النمرة جوج، وهذا مطبوع هذا العام هذا؟ بحال مطبوع هاد السيمانة. النمرة جوج، النمرة جوج هذا الإخوان، تبارك الله، يلاه مطبوع الإخوان هذا هاد السيمانة. سنان الحليب، وسنان الحليب، ما شاء الله، الله يبارك، تبارك الله، تبارك الله، اللهم بارك. مليح هذا ولد عم، مليح مناسبة، مليح ياك ياك. ما في لا ما في والو، ما في واحد الرجيلة. أييه شوية ما معيقاش. أييه واحد الرجيلة، وإن الله تبارك الله راه خروف، خروف مليح تبارك الله. أنا خويا الثمن ديالو، خويا عطاونا 86 راه 86 اللي عطاوكم تبارك الله. هذا الإخوان عطاوهم في 4300 درهم، 4300 درهم الإخوان، 86000 تبارك الله، راه مطبوع ديال الجمعية. مليح مليح، اللهم بارك، تبارك الله، الله يبارك. واخا نشوفوا الاخرين ولد عمي، تبارك الله، تبارك الله، الله يبارك. اسنان الحليب راشد، اسنان الحليب، تبارك الله. في الاول كنشوف كنقول راه غيكون ثني، مكاسر، سبحان الله العظيم، تبارك الله. هذا خويا الثمن ديالو، هذا خويا دينا دابا مشريه، مشريه اليوم. هذا الاخوان راه مشريه اليوم ب 3850 درهم، 77000. عطاوك فيهم شي حاجه ولا مازال باقي؟ مازال على الله، صافي ما عليكش اولاد عمي. شوفوا الاخرين اولاد عمي، تبارك الله. هذا بالجعدي، تبارك الله، هذا ثني، هذا ثني الاخوان، ومطبوع حتى هو، بالي مطبوع حتى هو، يكون مطبوع حتى هو. لانوك هو، ها هي لانوك، هي لانوك، هي الطانقه ديالو، هي هذا هو مرشوم هذا العام، نمره ثلاثه، نمره ثلاثه، تبارك الله. عرفتي متى داز هذا التجمع ديال السيمانه؟ داز هذه السيمانه، هي تبارك الله. هذا البلاصه ديالهم فين كيدوزوا؟ في بالجعد، بالجعد، هي تبارك الله، الله يبارك. الثمنه ديالو اخويا 72، هذا البيع ولا اللي عطاكم؟ اللي تنقولوا، ما اللي كتقول، اللي كيقولوا البيع ديالو مشري بستة، مشري ب 3300 درهم الاخوان، راه كيطلبوا فيه 3600 درهم، الله يبارك، تبارك الله، تبارك الله. واخا ندوزوا عند الاخرين اولاد عمي، تبارك الله، الله يبارك. هذا فيها الطانقه وقال ديال العيد، هذا ديال العيد، هذه الطانقه ديال العيد، تبارك الله، الله يبارك. وراه فيه مواصفات، تبارك الله، مواصفات فيه اخويا هذا، تبارك الله، الله يبارك، تبارك الله. دوش لي وجهه بحال يشوف فيا وجهه، تبارك الله يبارك، تبارك الله. سنان الحليب ديال القديم، سنان الحليب، سنين هاد الحليب الاخوان، تبارك الله. هذا ولد عمي 74، هذا الاخوان 3700 درهم، 3700 درهم، 74000، تبارك الله. صافي نزيدو نشوفو الخرين ولد عمي اللي ليو، اش ما نمرتوكش في هذا الصباح هذا، ماشي مشكل اخويا، الله يحفظك، الله يطول لي عمرك، هاني خذ راحتك، الله يطول لي عمرك، الله يحفظك، الله يحفظك، تبارك الله. هذا غيكون ثني، هذا غالبا اثني، اثني، تبارك الله، الله يبارك. هذا ولد عمي خديته ب 66، هذا الاخوان عنده شي رجيله شويه، ياك عنده شي رجيله شويه، هذا العقيقه اللي بغات، اييه شي مناسبه هذا الاخوان شويه، اييه واحد شويه، الله يعطيك الصحه، راه اللي كاين، اللي كاين كيقول هذا الاخ الاخوان راه ما يخبي حتى حاجه، اييه الله يعطيك الصحه. شوفوا باقي شي واحد اخر اولاد عمي، اييه تبارك الله،
الله يبارك. هذا توا كيما لي المناسبه تاو دعم تقول المناسبه تابعه عدو تابع ناقص هي خلاص حنا كنديروا ديال الكساب ونديروا ديال المناسبه وديال المناسبه هي الله يعطيك الصحه اسنان الحلي تبارك الله. هذا خويا 66 هذا الاخوان راه 3300 درهم واخا ودع 200 عطاونا فيه 3600 اي راه مشري الاخوان 62 راه عاطينكم 64 مشري ب 64 راه عاطينو الاخوان دابا 66 واخا اللي بغى يتواصل معاك ودعم قولش لنا 06 17 84 12 86 البلاصه الفقيف الصالح تبارك الله عليك ودعمي الله يسر لك خويا كمال تحياتي صباحك مبروك خويا الله يسر لك سلم لي على الوليد الله يحفظك الله يحفظك تبارك الله عليك السلام عليكم الله الاخوان نتحولوا لكم التوال الحوليه دابا تبارك الله الله يبارك الحوليه الاخوان اللهم بارك تبارك الله كيداير ودعمي بخير شي مزيان الله يحفظك الله يبارك فيك تبارك الله ما شحال سمعتوا في هذا الخير تبارك الله بعتوه شحال تبعت 30000 هذه الاخوان راه مشات ب 1500 درهم هذه اخواني 1500 درهم 30000 الاخوان تبارك الله تبارك الله خويا الله يسر لك انا خويا رشيد تبارك الله الا ما كانش المليح لا المليح طرف ليه راه المليح المليح راكم لينا الحوجه حنا واخدينو من جد لجد ياك خويا ياك الله يعطيك الصحه اش انا كان الوالد ما كانش مليح الله يعطيك الصحه الله يحفظك حولي حوليات حوليات زيدوا دعم واحد الشيء الله يحفظك ايه داكشي والدين وعلى الجدود الله يعطيك الصحة الله يعطيك الصحة تبارك الله تبارك الله الله وما شحال من حولية اخويا انا شحال من وحدة حوليات هنا شحال من وحدة شي 10 11 تبارك الله اللهم راه 11 اخوان الله يبارك تبارك الله الثمن حاول اسرع ما غنطير دقاسه الثمن اود عمي الثمن خليه واقف الثمن الثمن 50 هذه الاخوان راه كيطلبوا فيها 2500 درهم 2500 درهم تبارك الله حوليات حوليات تبارك الله قول عليهم وهذو تما ديالكم لا هذه ما ديالي ما ديالك هذه لا يا منشري وهذه هذه ديالي هذه ديالك اي تبارك الله وهذه ود عمي شحال هذه 43 هذه 43 البيع البيع باش تبيع ولا لا مشراها مشراها المشرا ديالها 43 هذه الاخوان 2000 و150 درهم 2150 درهم تبارك الله واخا اللي بغى يتواصل معك ود عمي على الحوليات يلا قولش لنا ود عمي 06 67 55 98 0 2 بلاصة في دار ود زيدوح دار ود زيدوح تبارك الله عليك ود عمي الله يسر لك الله يسر لك الله يسهل عليك الله يسهل عليك خويا الله يحفظك الله يحفظك صاحب الحولية الإخوان مول المليح ديال الحولية الغلا خويا الغلا اش الغلا شل الغلا خلو يخلي شل الغلا الله يصوب صافي الله يصوب تبارك الله الإخوان البلوط هذا خويا خليفة مشراهم ولا المشرى ديالهم الاخوان 1650 درهم 1650 درهم يعني 33000 تبارك الله وهذا خويا خليفه تا هو ديالك 120 هادو الاخوان 120000 2000 درهم بحال 2000 درهم الوحده الاخوان هادو 6000 درهم بثلاثه تبارك الله المليح المليح الاخوان تبارك الله وهذا خويا خليفه خويا 42 ونص تبارك الله هذو الاخوان 2175 درهم 2125 درهم الاخوان تبارك الله 42 ونص خويا تبارك الله الله يبارك الله يعطيك الصحة خويا خليفة خويا خليفة مول الحولية مول المليح مول الحولية المليحة تبارك الله حتى ويلي واش اللعبة هذا تبارك الله او لو عرفوك اخوان ولا قول لي داك السيد مغيز ما نعاودوا الهضره تبارك الله الله يسهل عليك خويا خليفه الله يسر لك الله يسر لك تبارك الله عليك تبارك الله عليك الله يحفظك تبارك الله الاخوان الله يبارك السلام تبارك الله خروف البياضي علينا راه علينا راه
شحال اخويا خويا 41 ونص اللي عطاونا هاد الساعه 41 ونص الاخوان هنا 2075 درهم 41 ونص تبارك الله مليح خرفان مليح تبارك الله هذا هو المليح ديال القراقره القراقره تبارك الله اللهم بارك تبارك الله خرفان الله يبارك تبارك الله تبارك الله شحال قلت لي ما خو يوسف البيع تاع كنقولوا 44 ما عطاوش هي راه كيطلب الاخوان الاخ 44 اللي كيطلب فيهم والسوق راه عاطينو 41 ونص ياك 41 ونص تبارك الله شحال من خروف 8 تبارك الله 6 تبارك الله واخا خو يوسف خلي الاخوان النمره ربما تواصلوا معك بعد الحباب ان شاء الله اليوم بغيت نخلي راسي في 06 06 20 43 25 الله جاب الله بقاو عندك وتواصلوا معك بعد الاخوان خذوا غرات تباعوا قول لي مرات تباعوا الله يسخر خويا يوسف الله يجيب تيسير تبارك الله عليك شكرا عاد النعجات دابا الله يبارك تبارك الله تبارك الله الله يبارك تبارك الله انت اش ديرت السنه خويا اش ديرت السنه وحده اساسيه وحده جموع تبارك الله الله يبارك تبارك وحده ولده عندهم خرفان خرفان عندهم اياه عندهم خرفان الاخوان جوج اياه خرفان الله يبارك تبارك الله تبارك الله الثمن اخويا شحال 120 قلت لهم 140 اياه عطاهم الاخوان 6000 درهم اللي عطاهم وما راه كيطلبوا 7000 درهم تبارك الله الله يبارك مليح مليح تبارك الله مهليات ها مهليات مهليات تبارك الله باقيين تبارك الله ان شاء الله اياه تبارك الله كانوا كسبتكم ولا عشرين من السوق عشرين تبارك الله تبارك الله خويا الله تبارك الله عليك الله يعطيك الصحه شكرا شكرا الله ييسر لك الله ييسر لك الله يحفظك تبارك الله اللهم بارك تبارك الله هما ربعة شيا ولد عمي ربعة شيا شوالات ربعة حوليات ربعة الحوليات تبارك الله الاخوان هنا ربعة شيا والدين هذا ربعة الحوليات تبارك الله الله يبارك تبارك الله السنة اش دايرة السنة اخوان يلا جيب هاد الجموع تبارك الله جيب هاد الطرافية تاع الاخوان الله يبارك الثمن زقوا معاك الثمن خلصنا 184 خلاصهم 184 خلاصهم 184 الاخوان هادو راه خلاص ديالهم 9200 درهم 9200 درهم بحال 184000 تبارك عطاوك شي حاجه 4000 بحال 1000 ريال راس تبارك الله عطاهم الاخوان دابا 200 درهم اللي تزقوا معاهم قلنا لهم من يولو 20 راه غادي نعود ها قلنا لهم من يولو 20 راه ما قادر نعطيو او مشيتي بزاف من يولو 20 مليون 20 مشيتي بزاف تبارك الله واخا تخلي النمره لبعض حبابي يبغوا يتواصلوا معاك يلا قول 0 0 6 10 0 7 77 29 بلاصه هنا في سوق السبت زيدوح دارو زيدوح تبارك الله عليك ود عمي الله يسهل عليك الله ييسر لك الله ييسر لك السلام عليكم كدير عمي بخير لاباس عليك الله يحفظك الله يبارك فيك تبارك الله عندك هادو عمي هاد الجات ياك اييه واش دايره عمي السن ديالو جامعه جمعوا جمعوا بركه جمعوا بركه تبارك الله هادو ولادهم خربان ياك اييه تبارك الله الاخوان ها هما النعجات الاخوان ها هما تبارك الله ها ولادهم ها هما تبارك الله الثمن شحال عمي 146 اللي مزقين معاك درك مزقين معايا حتى حاجه 146 وخالصين اه خلاصهم خلاصهم اييه واخا زيد شويه لولاد عمي ديال الله يحفظك يشوفهم الاخوان 146 خلاصهم الاخوان 146 تبارك الله الاخوان هادو هما الاخوان وليداتهم هما تبارك الله الله يبارك هما ما شاء الله الوليدات الله يبارك تبارك الله ولادهم ملاح اماتهم الاخوان راه هما جامعات تبارك الله واخا عمي تبغي تخلي النمره لبعض حبابي يتواصلوا معاك ولا يلا قول شي عمي 06 06 15 55 63 28 البلاصه عمي نتوما فين زيد تفرج ها ولا تفرج فين كاين عمي حتى هي محسوب على فقيم صالح محسوب على فقيم صالح الاقليم ديالها فقيم صالح اي تبارك الله الله يبارك تبارك الله يلا عمي الله يسر عيطوا لك بعض الحباب كانوا عندك بيعوا شري معاهم تصبتي بعتيهم قول لهم راه تباعوا الله يسخر عمي يلا الله يجيب تيسير تبارك الله عليك تبارك الله كدير ولد عمي لاباس عليك صحيحة تبارك الله الله يبارك تبارك الله هما جوج شيا جوج نعاس وهادو ولادهم ولادهم اللهم بارك تبارك الله تبارك الله هذا راه غتكون مو
غتكون مضار عليا. مضار عليا تبارك الله. الله يبارك لك هذا الاخوان. الله يبارك. واش دايره تسنى ود عمي؟ جامعات على ولهم. جامعات على ولهم يعني جموع العمل الاخوان تبارك الله. الثمن ود عمي؟ 170 معطي اللي عاطينه الاخوان 8500 درهم تبارك الله. هذا هذا مو فينايا هذا؟ هذا مو ياد. انا قاصح مو يادي تبارك الله. هذا مو رايادي انا 170 ديال المليون 170 اللي عاطينه الاخوان راه كيطلب 10000 درهم تبارك الله. هذا هو معدي الخرفاني. هذه الاخوان تبارك الله اللهم بارك عندها جوج خريفات الاخوان تبارك الله. وزير السنه ودا جامع على ولاد حتى هي جامع على ولا والسن عندها تبارك الله نقي الله يبارك. هذه ود عمي هذا 132 اللي عطاه ولا اللي كطلب؟ اللي عطاه 132 اللي عطاه عطاه الاخوان عطاو الاخوان 132 بحال 6600 درهم. هو باغي باغي 7000 درهم الاخوان اللي باقي فيه تبارك الله تبارك الله. انا عجال الله يبارك. ما جيتي والو واش تصورتي لي واحد العجال ياه ايوا ما كاين بس. واخا ود عمي اللي بغى يتواصل معاك على قول قلنا 0639 30 36 70 البلاصه دار ود زيدوح تبارك الله عليك ود عمي. الله يسر لك الله يسر لك. انا واحد فايق تبارك الله عليك. الله ما يسر الله ما يسر الله يعاونك.